أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها السادة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإيمان والخلق. يسعدنا أن نكون بمعية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بدمشق. أهلا وسهلا سيدي الأستاذ. جزاك الله خير. سيدي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز، والذي صادف الأول من الشهر الثاني عشر، وهو يوم يتكرر في كل عام في الأول من شهر كانون الأول من كل عام، ونعقد هذا العام تحت شعار: أيها القياديون، أوقفوا الإيدز وأوفوا بوعودكم. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية عن هذا المرض، كيف أتى، ماذا يفعل في الجسم، وقد أفضت لنا في إضاءة بينة عن عمل هذا الفيروس في تدمير جهاز المناعة المكتسبة عند الإنسان. من يقول عنه الإيدز ومن يقول عنه السيدا بالفرنسية، لكن هو عوز أو فقد المناعة المكتسبة. وتبيننا كيف ينتقل من خلال العلاقات الجانحة وغير الشرعية، وينتقل من خلال ولا سيما الشاذة الشاذة، نعم، وينتقل من خلال أيضا نقل الدم في العالم. قلنا بأنه بفضل الله في سوريا نقل الدم من بنوك الدم، هذا النقل آمن وسليم بكل معنى الكلمة، لأن الفحوصات التي تجرى في بنوك الدم في سوريا تآزرا بين وزارة الصحة وكذلك وزارة الدفاع والجهات المعنية، الدم الذي يؤخذ من بنك الدم إلى أي مشفى هو دم نظيف من الإيدز بكل معنى الكلمة، ومن الأمراض الأخرى كالالتهاب البائي الكبدي أو العامل الأسترالي وما إلى ذلك. نحن لدينا طرائق للانتقال في العلاقات الشاذة وفي الانحراف، مخالفة أوامر الصانع، نعم، لهذا الجسد، نعم، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، نعم، وانتقال المحاقن من متعاطي إلى متعاطي، نعم، فإن كان أحدهم مصابا تنتقل إلى غيره، نعم، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن المخدرات أيضا يعني تنزل إمكانية المناعة والدفاع، نعم، فتجعل من الجسد يعني عرضة لأي هجوم. سيدي الكريم، قلت لنا في الحلقة الماضية بفلسفة المرض أنه خطأ من الإنسان، نعم، وشرحت لنا هذا الموضوع وقلت لنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. إذن كان المرض نوع من التنبيه والإشارة، نعم، إنذار مبكر لبعض الذي عمله، نعم، الإنسان وتجاوز فيه. وعندما يأخذ إلهه هواه يترك، نعم، التوجه إلى الله، نعم، فيجعل من هواه إلها له، فبالتالي يجنح وتكون هذه العاقبة. سيدي الكريم، الإنسان من خلال كل الحلقات بينت لنا بأنه محض مخير في الأشياء التي في وسعه أن يتجول فيما كلف به، فيما كلف به، وبالتالي نتيجة التخيير وإقدامه على هذا الطريق كان هذا العقاب، ادفع هذا الثمن. طيب، هنالك في كثير من الأشياء طريقان لا ثالث لهما، إما أن يلتزم وإما أن يجنح أي يتفلت، تمام، كيف نقرأ هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. أستاذ علاء بادئ ذي بدأ، الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي أن البشر على اختلاف مللهم
ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله نموذجان، نموذج أيقن وصدق أنه مخلوق للآخرة فاتقى أن يعصي الله، وانضبط بمنهج الله، طبق تعليمات الصانع، فكافأه الله عز وجل بأنه سلمه وأسعده في الدنيا والآخرة. جميل. والنموذج الآخر غفل عن الله وكفر بالجنة والآخرة وآمن بالدنيا، عندئذ استغنى عن طاعة الله وتحرك وفق شهواته فآذى عباد الله، فتوعده الله بجزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. الآية واضحة جداً، يعني جزاء الدنيا مستعجل. نعم، وفي جزاء آجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، على العطاء. نعم. أعطى واتقى وصدق. وأما من بخل واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذان النموذجان لا ثالث لهما. الدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طريقان لا ثالث لهما، إما أن تخضع لمنهج الله وإما أن تخضع للهوى. نعم. إما أن تقود نفسك أو يقودك الهوى، إما أن تميل إلى شهوة عابرة طارئة، وإما تميل أن تميل إلى قيمة خالدة مسعدة. فكأنه في طريقان لا ثالث لهما، وهذان الطريقان نجدهما في كل الفئات والأنماط وفي كل الأطياف في المجتمع. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. والأمر واضح جداً. أستاذ علاء، هو في الانعطافات التاريخية ونحن في انعطاف تاريخي، الحالات الوسط تتلاشى، اللون الرمادي يضعف كثيراً، يبقى أسود وأبيض. وأبيض، إنسان ملتزم إلى أقصى الحدود وإنسان متفلت، وكل إنسان يدفع ثمن اختياره. يعني واحد جيء به إلى سيدنا عمر ارتكب معصية تستوجب الحد، فقال: أقيموا عليه الحد. قال له: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال له: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنا مضطر، لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. يعني أنا لا أصدق إنسان يدجل ويقول الله كتب عليه، هذا كلام مرفوض، مرفوض في أصل الدين. الإنسان مخير، وحينما يختار الطريق السيء يدفع ثمنه، وهذا الذي يدفع ثمنه أنا أرفض أن يسمى لك ترتيب الله. لا لا لا، هذا جزاء المعصية، سميها باسمها الحقيقي. هذا الذي أصاب الإنسان المنحرف هو جزاء المعصية، جزاء هذا الانحراف. أما كل ما بنغلط نحن وبنرتكب معصية ونبتعد عن منهج الله ويأتي العقاب الرادع، نقول هذا قضاء قدر، هذا عقاب، هذا جزاء المعصية. كما تفضلت، العلاقة العلمية السببية أبداً بين المعصية وبين نتيجتها. نعم. وقلت في لقاء سابق أن الإسلام منهج الله موضوعي، بمعنى أن أي إنسان لو طبقه قطف ثماره في الدنيا، فإذا طبقه الإنسان مؤمناً به أنه من عند الله وابتغى بهذا التطبيق رضوان الله، ربح الدنيا والآخرة معاً. نعم. إذا طبقه مؤمناً بأنه منهج الله
وأنه يطبقه تقربا إلى الله ربح الدنيا، يعني سلم بها وسعد وربح الآخرة. أما إذا كان ذكيا فقط وطبق هذا المنهج لأنه لمصلحته كسب الدنيا. لذلك أحيانا تجد في العالم الغربي يعني كل إيجابياته إسلامية، لا لأنهم يعبدون الله عز وجل أو يطبقون الشرع، إنهم يعبدون الدولار من دون الله، يعبدون آلهة أرضية، لكن مصلحتهم في أن يكونوا صادقين. هذه أخلاق الأذكياء، هذه الأخلاق رائعة جدا لكنها تنفع في الدنيا فقط. الإنسان الذكي أحيانا، أنا مرة سمعت عن أستاذ في جامعة في بلد غربي ينام باكرا ولا يدخن ولا يشرب ولا يقترف اسما، بدافع من ذكائه وجد أن الاستقامة مريحة له، تعمل له مكانة عالية، تعمل له علاقات ناجحة، تعمل له أمن داخلي، تعمل له راحة نفسية، تعمل له صحة جسدية. لكن البطولة أن تتنعم بالسلامة في الدنيا والسعادة في الآخرة، البطولة أن تكون أخلاقيا في هذا المنهج الذي تطبقه، فرق كبير. لذلك ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دقيق، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ما كان عطاء ربك محظورا عن أحد. أنا أقول دائما أستاذ علاء، إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. أنا أتوجه إلى الإخوة المستمعين والمشاهدين، يعني أنت حينما ترسم لك هدفا واضحا وتتخذ له وسيلة مشروعة، كأن الله عز وجل حينما جاء بك إلى الدنيا أعطاك هذه الميزة، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني أي إنسان، والله في حديث بالجامع الصغير صدق أستاذ علاء تقرأه فيقشعر جلدك، حق المسلم على الله، حق المسلم على الله، على الله. يعني الله عز وجل الإله العظيم أنشأ للمسلم حقا عليه، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. الله، إذا طلب العفاف. إذا طلب العفاف. أنا مرة سمعت عن شاب ذهب إلى أمريكا، يبدو ملتزم التزام شديد لكن ما احتمل هذا التفلت، أرسل لأبيه رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة في أقرب وقت وأنا أوكلك باختيارها، وإما أن أعود إلى بلدي. يعني كبر عليه أن يعصي الله، أو شعر أنه في خطر كبير. يعني سمعت قصة بعد ذلك عن هذا الشاب، نجح زواجه نجاحا مذهلا لأنه ابتغى بهذا الزواج رضوان الله، لم يختارها هو، اختارها له أبوه. ومع ذلك نجح الزواج نجاحا مذهلا لأنه بني على طاعة الله. أنا أخاطب الشباب الآن، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بين زوجة طاهرة عفيفة وفية محبة كلها لك بكل إمكاناتها بكل محبتها بكل قلبها، تنجب لك ولد يملأ البيت فرحا وسرورا، هذه الأسرة تتنامى. أنا كل ما بجلس مع إنسان بالخمسين بلي أنا لي 13 حفيد، أنا لي 25 حفيد، يعني والله شيء جميل إنه له أولاد تزوجوا، صار في ولد وصار في زوجة ولد وصار في طفل يملأ البيت سعادة. هذا طريق الله عز وجل. أنا مرة حدثني أخ إنه ببلد عربي طرق بابه الفجر، فتح الباب ما في أحد، وقعت عينه على الأرض رأى في محفظة، أمسكها فإذا طفل وضع بها لتوه، لقيط يعني. من نتائج الزنا. أنا سبحان الله تأثرت لهذه القصة. الإنسان بيتزوج وبتحمل زوجته وبيفرحوا وبيهيئوا الوسائل والألبسة والأدوات
وبيهيئوا الكراوية يا سيدي ويعملوا احتفال وتنجب واحتفال وهدايا وفرح. شوفوا الطريق المشروع. أيام بيكون في عرس يطلقون أبواق السيارات ما بيستحوا، لا هذا منهج الله عز وجل. يعني الله عز وجل، مع أنه نحن ضد أن نطلق أبواق السيارات لأنه فيها تلوث ضجيجي. أنا لا أذكر ذلك القانون. يعني إقرارا بس واقعا أنه للإعلان. نعم. فلذلك قضية أنه إنسان يمشي على منهج الله عز وجل، بحب أكد الفكرة، ليس في الإسلام حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. النقطة الدقيقة، في أحد الشعراء وصف إنسان مصاب بهذا المرض، فأنا أقدم له أنه لو نظرت إلى شاب مصاب بهذا المرض الخطير، مرض نقص المناعة، لرأيته قد صار إلى فتى هزيل الجسم منجريد، متلجلج الألفاظ مضطرب، متواصل الأنفاس مضطرد، عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ نصف متقد. الله. تهتز أنمله فتحسبها ورق الخريف أصيب بالبرد، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد، قطع تقول له تموت غدا وإذا ترق تقول بعد غد. مات الفتى فأقيم في جذث مستوحش الأرجاء منفرد، كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشد، هذا قتيل هوى ببنت هوى فإذا مررت بأختها فحدي. فإذا مررت بأختها، هذا القتيل قتيل هوى ببنت هوى. نعم. السعيد من اتقى، هذا قتيل هوى ببنت هوى فإذا مررت بأختها فحدي. يعني الإنسان حينما يطبق منهج الله يشعر بسعادة كبيرة وبسلامة. أستاذ علاء، 6,000,000,000 إنسان في الأرض ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة، والسلامة والسعادة في تطبيق تعليمات الصانع، في تطبيق منهج الله. وبالإسلام ما في حرمان. دائماً وأبداً أنا أقول أنه وجدت لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، هل تشعر أن هذه اللوحة حد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ يوم أفهم ما حرمه الله علي من تفلت، من إباحية، من عمل شائن، من شهوة منحطة، أنا حينما أفهم أن الذي حرمه الله علي هو لصالحي ولسلامتي، هو ضمان لسلامتي، ضمان لسعادتي. لذلك أقول وأقول، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب جهل بهذا المنهج. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. نعم. سيدي الكريم، أتوقف عند جزئية في هذه المسألة. كان الإنسان أصبح مصاباً ثم نقل إلى زوجته وزوجته إلى أولاده، وهي زوجة طاهرة بريئة لا تعرف عن هذا الأمر. هذا الانتقال إلى الزوجة ثم إلى الطفل، وبالتالي يعني يحملان المرض لسنين معينة، بعد ذلك المرض سوف يدهم كل شيء ويطيح بكل شيء. نعم. ألا يعتبر قاتلا؟ طبعاً. من الناحية الشرعية؟ طبعاً طبعاً. يعني في نقطة مهمة جداً، الإنسان إذا تحرك وفق هواه لا بد من أن يعتدي على الآخرين شاء أم أبى. لو أنه الإنسان اتبع هواه وما آذى أحد، في وضع ثاني، تبقى المعصية معصية. بس هو لأنه عفواً اتباع الهوى يقتضي العدوان، يقتضي العدوان. نعم. الإنسان حينما يريد أن يفرغ ما عنده من شهوة بقناة غير نظيفة، هذا عدوان. قد يغري فتاة، قد يفسد فتاة، هي قد تكون الفتاة مصممة أن تكون زوجة صالحة، أم راقية، زوجة لإنسان مخلص لها، فلما أفسدها انحرفت، فلما انحرفت سقطت. فلذلك المؤمن يؤثر الآخرة على الدنيا،
فيربحهما معا، بينما غير المؤمن يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أستاذ علاء، مرة إنسان للموعظة جاهل جهل مطبق تصور أنه إذا قلع أسنانه كلها يعفى من الخدمة، هيك تصور. سمعت عنه أنه التقى مع 40-50 طبيب ولا طبيب قبل إلا واحد ضعيف النفس، قلع له كل أسنانه. فلما ذهب للفحص قبل الالتحاق بالخدمة اعتبروه متهرب من الخدمة، ضعفوا له الخدمة. ضعفين وضعف ضعفوا له الخدمة وفقد أسنانه كلها. يعني سبحان الله، الانحراف كل شر. أنا أقول دائما النجاح كل النجاح، الفلاح كل الفلاح، الفوز كل الفوز بطاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأقول دائما مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتذل أو أن تطيع أن تعصيه وتذل أو أن تطيعه أن تطيعه وتذل أو أن تعصيه وتعز. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فلذلك في بعض الشعراء يعني له أبيات لطيفة جدا في هذا الموضوع، قال: يسروا أمر الزواج، يسروا أمر الزواج، لا تغالوا بالمهور، واحذروا داء التباهي بالأساس والقصور، إنما نبع السعادة كامن ضمن الصدور. والله بيت متواضع بس فيه زوجين محبين، والله يفوق قصرا فريدا من نوعه في زوجين متفلتين. نعم سيدي. هلأ احذروا الفيروس، نعم، فهو الآن جمر يختفي تحت الرماد، إن تجاهلنا الحقيقة فاجأتنا النار يوما واكتوى كل العباد. بددوا الجهل بعلم، أيقظوا أهل الرقاد، توجوا العلم بطهر صادق فهو العماد. ها هو الفيروس يغتال الضحايا قاصدا كل البلاد، وهو أعمى عن شباب طاهر يأبى الفساد. وهو أعمى عن شباب طاهر يأبى الفساد. يأبى الفساد. إذن سيدي، أنا أنتقل من خلال هذه الأبيات إلى مسألة. نعم. وتأتينا كثير من المكالمات التي تسأل عن إغلاء المهور. نعم. يعني الأبوان ما بيزوجوا البنت إلا بمهور عالية، وبالتالي هذا الأمر يمنع من اللقاء الشرعي، يمنع من القناة التي تسري فيها الشهوة سريانا حقيقيا نظيفا. نعم. وبالتالي يتفلت الشاب أو تتفلت الشابة. نعم. هذه مسؤولية المجتمع، مسؤولية الأسرة، بأن ننظر إلى حال الشباب القادم على الزواج، وأن ييسر لهم زواجهم. نعم. وأن تكون هنالك كل المقدرات حتى لل يعني غرف الصناعة وغرف التجارة وأصحاب المكنة الاقتصادية إنه يدعموا هذه المسألة، الأسر الجديدة التي تطلب العفاف والإعفاف، وأن لا يكون الرجل الذي قدم إلى الزواج أن يحمل أثقال الدنيا والآخرة. يا سيدي بارك الله بك أستاذ علاء، الحقيقة هذا الكلام الطيب الرائع هو منطوي في آية واحدة، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كفهم أصولي لهذه الآية، أية آية موجهة إلى المجموع فهي لكل الأمة، لكل الأمة. وأنكحوا الأيامى منكم، كيف يوجه الأمر إلى المجموع؟ بإرخاص المهور. أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. والله في بلدة بالغوطة بلغني عنا أن وجهاء البلدة اجتمعوا وقرروا أنه أعلى مهر خاتم سحب وساعة فقط. أعلى مهر، أعلى مهر. أستاذ علاء، لما الأمة يقلقها وضع الشباب، الشباب هم المستقبل، طاقة، هم الأمل، هم الطاقة، فإذا أهملنا زواجهم
وأهملنا تأمين عمل لهم وأهملنا تأمين سكن لهم، ما الذي يحصل؟ دقق في هذا الكلام. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا تعلقنا بالمظاهر، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، في الأرض وفساد كبير. أنا كنت ببلدة بألمانيا، البلدة فيها 80,000 إنسان، فيها 70,000 دراجة، لا في تلوث، وفي رياضة يومية، وفي توفير بنزين. سلام. بس هالبلدة هي يعني محترم جدا، إنسان لو ركب دراجة بيجي عميد كلية، بيجي رئيس الجامعة بالدراجة، الأم في إلى مقعد وراها لابنها له حزام، والذي يتسوق من السوق في سلة أمامه. والله شعرت أنه عم تحل مليون مشكلة. أهم شيء الرياضة، أهم شيء أنه الإنسان عم بيمارس الرياضة يوميا. نعم. عن طريق هذه الدراجة ويمنع تلوث عن بيئته، يمنع التلوث وعم يوفر بنزين وما عم يستحي. نعم. بالدراجة. لا يعني نعم. بثقافة هذه البلدة شيء رائع جدا أن يأتي مثلا معاون وزير بالدراجة على وزارته، أن يأتي أستاذ جامعة عميد كلية بالدراجة، شيء رائع جدا. نحن أيام نعبد المظاهر، أن نعبد المظاهر، ما منزوج بنت إلى مكان أبعد من بيتنا. يعني واحد خطب فتاة، هو خطبها، هي من حي غالي جدا البيوت، عنده حي مشروع دمار. نعم. مشروع راقي. نعم. قال نحن ما منزوج لسفر. فلذلك أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. الآن يعني في مشاريع ببعض البلاد، وعنا إن شاء الله زواج جماعي، توفير هذه النفقات، هذه المظاهر الباهظة. يعني مثلا شركات الأساس بتقدم هدايا للمتزوجين، جمعيات الآن في الحمد لله عدة جمعيات. نعم. تؤازر الزواج. أنكحوا الأيامى منكم، أمر إلهي، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وهذا أمر موجه للأمة بأكملها. وأقول كلمة تحذير، هؤلاء الشباب قنبلة موقوتة، إن لم نهتم بزواجهم وأعمالهم وبيوتهم في عنا مشكلة. هم المستقبل، المعول عليهم في نهوض أمتنا وفي أن يستعيدوا دورها القيادية السابق. نعم. وفي أن يعني يسهموا في مسيرة التنمية والنهوض. نحن نريد يعني الحد الأدنى، بيت صغير 50 متر، بيت صغير عمل يدر عليه دخل، أداة نقل بسيطة جدا. إن لم نفكر في هذه الأجيال الصاعدة، نؤمن لها أعمال، نؤمن لها بيوت، نؤمن لها فرص عمل أحيانا. نعم. فالمشكلة كبيرة. فلذلك الموضوع الزواج موضوع خطير. أما أخطر ملمح بالحديث أستاذ علاء، إلا تفعلوا، لو أنه نحن تعلقنا بالمظاهر ووضعنا عقبات كأداء أمام الشباب، غلاء مهور وبدنا سيارة وبدنا بيت وبدنا فيلا، تظن أن العلاقة بين الذكر والأنثى تقف؟ لا تقف، لا تقف، تكون بقناة نظيفة رائعة يقدسها المجتمع، تصبح بقناة منحرفة فاسدة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. الوقت انتهى سيدي الأستاذ، لا يسعني لأن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بدمشق. شكرا سيدي الأستاذ، وشكرا على كل ما قدمت، وربما نعود إلى هذا الأمر لنكمل بعض نقاط لم نمر عليها. شكرا سيدي الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير.